عم المرحوم، احنا يعني احنا عندنا غطا ويلزم الحلة، وبعدين ندخل الحلة والغطا في بعض. انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ كويس من اي ارتجاع، نعم؟ كويس من اي ارتجاع. يا عم يلا يا عم، يا عم يلا يا عم، ده بيتكلم على واحدة تانية غير بنته في قلب المكان ده. مين ده بيحلم وهو قاعد يا عم؟ لا تنفلتك الصعب يعني. معلش يا لمبي، لمبي لمبي وزفت ايه؟ عشان خاطري يا الجواز دي مش هتتم يا عم، ما ينفعش. ده انت بص شكلك عامل ازاي وهي شكلها عامل ازاي؟ هتخليهم في مفرده الجزمه. ولا حاجه. انت جايبنا في قلب مصر، انت جايبنا في قلب مصر. لمبي، فين الفلوس والمجوهرات اللي كانوا في الشنطة؟ لمبي والله العظيم ما كان في مجوهرات ولا في أي حاجة في الشنطة بتاعت الضابط. هاتوه إن مسجنتك يا لمبي عشان تعرف إن أنا عمك أخ أبوك يا لمبي. هاتوه والله يا سعادة الضابط، مش سامعك حاجة. والجواز يا لمبي؟ يا عم أنا جوازي ما كانت لازم تنتهي معايا الصورة دي. الله يخرب بيتك. ما تسيبنيش يا لمبي. واحدة أنت تتسبب في كما عودناكم أعزائي المشاهدين، نلتقي مرة أخرى خلف الأسوار مع سجين جديد في جريمة جديدة، وذلك في برنامجكم صباح الخير يا جريمة. نتعرف عليك. اسمي اللندي. عندك كم سنة؟ مش عارف، بس أنا عايش بقالي كتير. تهمتك إيه؟ تهمتي سعادتك إن أنا رحت أجيب عقد الشقة بتاع أبويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتدر. كويس؟ وإيه لو سمحت؟ غصب، يعني غصب عني يعني. ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب شقه سعادتك، وطردني في الشارع برضه غصب وقت ضرب، وانا ما رضيتش اتكلم. ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي، راح ضربني بالبوان في وشي، وراح عضبني من كتفي، وراح ظرفني نص كده، نزلت على ودني اسنجيت. بقيت وضح لو سمحت، وضح. واسنجيت يعني اترشيت سعادتك. وانا كان ممكن امد ايدي عليه، ممكن اروح اضرب صباعي في زوره واكسر له عصبه رجله، انما ما رضيتش، لانه ده مهما كان برضه عمي، واللي الناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا. والدنيا دي يا سعادتك امال عملت ايه؟ قلت بدل ما اقتله واخدش في السجن، قلت اسرقه من الاخر يعني. يعني معترف بالسرقه؟ لا انا مش معترف بحاجه، وبطلب المحامي. بس من واقع التحقيقات، الشنطه اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس. ايه ده، وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في التحقيقات، ويعني هجيب حاجه من عندي ولا ايه؟ لا سعاده حضره المزمزيل، هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيجمنت بتاع الاسهال. وما فكرتش تشتغل؟ مش فاضي. ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم. يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب علي علوكه وقشف كخه، عايزين نطلع الطيار. طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف، ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقه منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن، والجريمه لا تفيد. واطلب في نهايه البرنامج اغنيه لام العزيزه سيد الحبايب يا حنان انا انت. ثابت يا مسجون، بتطبطب كده ليه؟ الكلاب بتجيب من رجلين ساعات. مش لابس طاقية ليه؟ بسرعة طلع لسان. ها؟ لسان الطاقية يا مسجون. لسان الطاقية؟ لسان الطاقية اهو اهو، البس طاقية. البس طاقية اتحرك. كله يتحرك. شايف خلق جديدة موجودة النهاردة، وحاسس فيهم بابتسامة أمل. انسوا، أحب أعرفكم بنفسي، أنا رياض المنفلوطي، أصغر مدير سجن حصل في تاريخ الوزارة. حصلت على ترقيتين خبطة واحدة، نقيب من وأنا في أولى ثانوي. تلتزم بالقوانين، أحبك. يا سلام، تبقى صاحبي حبيبي.
تغلط يا ويلك يا ويلك ويا سواد ليلك، هعصرك تنسي المساجين صغيرين. احب اقول لكم ان السجن هنا التزام، احترس احترس مني هتلاقيه منط لك في كل مكان، في زنزانتك في فرشتك في نومك في حلمك هتلاقيني ناطط في بنطلونك. هاتوا لي الكلب ده هاتوني على مكتبي. ايه يا عم انت هتاكلني ولا ايه؟ والله انا بريء. واقف تتنطط لي في الطابور زي الكره الجل يا عاطي. الحقوني يا باب تمشي جنب الحيط مدتك هتعدي على خير، تبعد بعيد عن الحيط هضربك بالبرطوش زي البرص. كشف المستجدين وكشف المفرج عنه بسرعه على زنزانتك يا كلب بسرعه. الله يعمل زنزانه الراجل هيدورها ويطلع. طبعا انتوا عارفين كل حاجه، اهم حاجه هنا الالتزام وتنفيذ الاوامر عشان مدتك تعدي على خير. توزعها زي الزين. نعم يا فندم. يلا بسرعة. وأنت يا ابني أنت وهو، طبعًا محدش قدكم. آخر ليلة اتبتوها في السجن. يتوزعها على عنبر الإفراج. يلا. خش على الطابور. يا عم انت بتجبر ليه كده؟ خلاص ما روح ايه؟ ما روح ايه؟ هذا افراط يا راجل. والله ما كنت حاسس ان انا مريض. اجمد يا دكتور اجمد. دراعي يا فندم دراعي دراعي يا فندم. كوعي كان هيتخلع في ايد سعادتك. خليك ريلاكس يا فندم ارجوك خليك ريلاكس. العصبيه دي مش كويسه ابدا. وانا بتنيل باخد الزفت الحقن دي ليه؟ عشان خاطر العصبيه ولا انا باخدها تبرع لنادي الهلال الاحمر؟ يا فندم دي سابع حقنه اضربها في دراع سعادتك والسرنجه تتني. هدي نفسك يا فندم العصبيه دي مش هتجيب اي نتيجه. والعمل اعمل ايه طيب؟ انا عندي الحل يا فندم. انا عندي الحل. سعادتك الدواء ده مخصوص عشان حاله سعادتك. المره اللي فاتت برضه قلت لي مخصوص عشان حاله زبط سعادتك. لا لا الدواء المره دي مستورد، ده مخصوص عشان يرفع عصب الشفه يا فندم يدلدلها. اللي فات برضه كان مخصوص وكان مستورد عشان ينيل عصب الشفه، والشفه نزلت 24 ساعه بس ونطر الثاني لزقت من اخيري. اعمل معروف انا مش هعيش حياتي كلها بق موارب البنت مش عارف ابوسها. يا فندم الطب اتقدم دلوقتي بلا تقدم بلا تفتح لي.